اقطع دراعي اما كان متجوزها. يعني هي ما قالتلكيش اي حاجه؟ ما فتحتش خشمها، خبيثه خبص السنين. طيب ما عرفتيش منها مروان مخبي البيت فين؟ لا ما عرفتش، بس هعرف. هو انا هسكت؟ يخيبك يا مروان، قال وانا فاكراه طيب، طلع سهون وميه من تحت تب. عشان لما اقول لكم انكم ظالميني تبقوا تصدقوني. مصدقينك يا اختي. بصي يا ناديه، عايزاكي تشمشمي وتتقصي وتعرفيلي من البت دلال مين اللي عمل العمل لفوزيه. هيكون مين يعني؟ يا بنتي انا عايزه الحقيقه، عايزه تعرفي منها كويس قوي مين، عشان لما شرشح وافتح صوتي قد كده محدش يقدر يقولي تلت التلاته كام. فهمتي؟ اللي تأمري بيه يا عمتي. يا بوي، ده يوم ما جبريه تتفضح يبقى يوم السعد والهنا كله. اصبري ان شاء الله ربنا هيفتحها. شوفي مين. يا رب يا ساتر. يا اهلا وسهلا. حاج عبد السلام هنا؟ موجود يا اخوي، اتفضل. تعالى يا حاج عبد الحكيم، اتفضل. اتفضل يا عمده. تعالى يا عم اسحاق. يا رب يا ساتر. يا اهلا يا اهلا يا الف خطوه عزيزه، اهلا بالرجاله الكبار، اتفضلوا. اهلا وسهلا. ازيك يا عبد الحكيم؟ يا اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. ازيك اسحاق؟ اتفضل اتفضل. ازيك؟ كيفك يا ست الكل؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا عمده، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ازيك انت يا ست كريمه؟ وازاي بناتك؟ فضل ونعمة من الله، كويسين الحمد لله. دايما يا رب. ابوك فين يا نادية؟ موجود. خير؟ اطلع عند هيلو يا نادية. ليه؟ الله، جاريها نادية. لما ابوك اسحاق يقول لك اندهي لابوك تندهي له على طول، ما عايزينش لا توعجني احنا، ولا ايه يا كريمة؟ لا عينينا حاضر. روح يا نادية. قولي لابوك في ضيوف عزاز قوي عايزينك تحت. يلا يا حبيبتي. تشربوا ايه؟ قهوة عبد الحكيم أنا عارفاها، وقهوة إسحاق زيها بالظبط. وأنت يا عمدة قهوتك إيه؟ مظبوطة إن شاء الله. وأنت؟ لا أنا قهوتي عاد لما الحاجة اللي إحنا جايين عشانها تنقضي. تنقضي إن شاء الله. أهلا أهلا حاج عبد السلام. عبد السلام، كيفك؟ مرحبا. الله، جاريها يا ابو نادية، يعني سلمت علينا كلنا والحاج عبد الحكيم له ليه؟ بقول لك ايه يا حاج كامل، انا قلت انت لما ترجع من الحجاز هتجيب لي معاك حاجه من ريحه النبي يعني. عليه الصلاة والسلام. اتفضل اقعد. اقعد يا محمد، اقعد اقعد. معاك حاجه يا ابو نادية، انا غلطان بس انا برضه جاي لك النهارده وجايب لك صاحبك وحبيبك معايا. انا لا ليا اصحاب ولا احباب. شفت يا كامل؟ مش اللي ما يقول لك حاجه تسمع. استهدى بالله عاد يا عبد الحكيم، اقعد اقعد، ما توجعش دماغنا عاد. توجع دماغك؟ ايوه ما توجعش دماغنا، انت غلطان واحنا جايين نستسمع الحاج عبد السلام ونقول له حقك علينا. حقك علينا يا عبد السلام، واحنا مستعدين نحبه على راسك واحد واحد، واولنا عبد الحكيم، عشان اللي حصل ده كبير كبير قوي، بس انت احسن مننا كلنا، وانت عودتنا على كده. يلا عبد الحكيم يلا تعالى. يلا تعالى يا عبد الحكيم. قوم يا عبد السلام، قوم. حب على راس عبد السلام. يلا قوم يا راجل، قوم. حب على راسه. الله، ليه كده؟ ليه كده يا عبد السلام؟ انت جنيت ولا ايه؟ يلا يلا عبد الحكيم. استنى يا اسحاق. ليه كده يا عبد السلام؟ الراجل جاي لغايه بيتك عشان يحب على راسك، تقوم تعمل كده وبيتك. عبد السلام، ليه كده يا عبد الحكيم؟ النبي نار. أخويا 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 أخويا. عبد السلام،
تبقى غاوي يا عبد الحكيم. غاوي يا عبد الحكيم. لا يا حبيبي. ما عنديش حد مات غير لما اختار عبد السلام. ما عنديش حاجة. كلامي مفهوم ومسموع يا ناس. ست جبرية. فوق الست جبرية. ست جبرية. عملني عبد الله. عملني عبد الله. تقدرش تقتلني. أنا قتلتك. هقتلك تاني. وتالت. كسرت قلبي يا عبد الله. عملني عبد الله. عملني. قلت لي قتلتش عبد الله. هقتلك تاني عبد الله. ست جبرية. فوقي يا ست جبرية. عملني يا عبد الله. ست جبرية فوقي فوقي. فوقي يا ست جبرية. فوقي بقى. عبد الله. ست جبرية. استحي بالله عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب. روح يا كامل، روح اطمن على ابو حكيم شوف فين. طيب هروح حضرتك. محدش يجي جنب الجثه لحد الحكومه ما تاجي. هي مين دي اللي حتيجي يا اسحاق؟ الحكومه يا كريم. عشان ايه؟ عشان تحقق. في ايه؟ في ايه بس يا ست كريمه؟ مالك؟ انت معانا ولا تايهه منينا ولا ايه بالظبط يعني؟ لا انا مش تايهه. أنا معاك وفايقة كويس قوي، بس أنا مش فاهمة أنتوا بتتكلموا على إيه بالظبط؟ على القتيل اللي قدامك ده. قتيل؟ فين القتيل ده؟ أنا مش شايفة قتلة. عبد السلام أخويا مات قضاء وقدر، وجايز هو اللي طخ نفسه من حرقته وغيظه. ست كريم انا خابر اللي في دماغك وشايف الامور تمشي جنوني يا احسن. كان هو عمل حساب للجنون لما كان ملنا وحلنا وساب لحم اخوه مرمي في المستشفى، ما فكرش اني يلم عرضه وشرفه ويحاكي عليهم. ولا ايه يا عمدة بلدنا؟ يا ست كريمة سيبك من اللي انت بتقوليه ده وخلينا في المهم. وتخلطيش الامور ببعضيها يا ست كريمة. اوعى تقولي ان انا بخلط الامور ببعضها وان انا ظالمة. لا كده انت اللي بتخلطوا الامور في بعض وبتدافعوا عن الظلم وعايزين الفساد يعلى والظلم يعم. لو ده كلامكم تبقى انتوا كمان محتاجين ضرب النار. مش اجديه خالص يا ست كريم. اجديه ونص. اجديه ونص يا عمده. وانا الكلام عندي خلص. اتفضلوا. اتفضلوا!
شد حيلك. صباح الخير. مالك قاعده ليه كده؟ انا همشي. مش هتروحي فين؟ انا خايفه. لا خايفه ايه، ده انا مرعوبه. اوعي تقولي كده، طول ما انا جنبك مش عايزك تخافي ابدا. يا اختي يا حلوه، بالذمه مش مكسوف من نفسك؟ رد عليا يا حسن. خد عني الواد يا حسن، يدي وجعتني من شلته طول الليل. بسم الله. ما تتلمي يا بنت انت وتقفي وتتكلميني كويس. بس بس بس، صوتك عالي ليه على الصبح؟ صباح الخير. صباح الخير. امال امي فين؟ انت علمك يا حسن ولا هنفطر من غيرها؟ يا اختي حبيبه امك يا اختي، والله كنت عارفه انك مش هتاكلي لقمه الا وانا هنا. صباح الخير. صباح النور. والله فيك الخير يا حسن انك سميت ابنك على اسم عبد الحكيم، بس ما شاء الله عليه. شبهي مش كده؟ لا شبهك يا واد، ده انت قمر، يا ريته يطلع شبهك. اسم الله اسم الله حبيبي. اللهم العرايس هيفطروا معانا ولا ما عندهمش وقت؟ والله انا سايباهم على راحتهم، وقت ما يجي لهم هواهم يفطروا هيفطروا يا كبريه. الف هنا يا اختي حبيبتي. انت يا كريمه حبيبتي، والله انا مش مصدقه كريمه قاعده معايا هنا في البيت. لو ايه بناتك يا اختي كمان اتجوزوا ولادي، ما شاء الله ما شاء الله، وقاعدين معاهم. امال ايه صح كده، الست لازم أن تقعد مطرح ما يقعد جوزها. طبعا امال ايه. والله كويس ان انت فاهمه يا جبريه. اها انا بس بقول لريتال معلش يا اختي تزعليش، مفيده جابت واد هيشكك في كل حاجه. ما تهدي نفسك شويه يا جبريه. والله حبيبتي انا بس عايزه اقول لها يعني، وان شاء الله ان شاء الله كده تقومي بالسلامه وتجيب لنا انت كمان واد ولا بنت، يعني فيهاش حاجه. بس انا ايه هاخدهم التنين يناموا في حضني عشان يعرفوا ان هم اخوات وكل واحد فيهم يعرف حقه. امال ايه الحق حق؟ هقول ايه كله كله يا اختي، كلي الف انا يا اخ. هات اخويا هات هتهننوا شويه. اسم الله اسم الله ما شاء الله ما شاء الله. قمر قمر الا قول لي يا حسن، يعني ما بنت كريمه تولد ان شاء الله تجيب واد ولا بنت مش مشكله يعني، بس هتسميه ايه؟ حكم مفيده. خلاص سمت بقى على اسم الغالي. اه هسمي ابني عبد الله يا مرات عمي على اسم ابويا الله يرحمه، عشان كل ما تسمعي اسمه تترحمي عليه. صح، وان شاء الله ربنا هيرحم.
هو احنا هنقعد امتى بقى عشان كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه؟ بس بصراحه كده انا مش عايزه اقعد هنا اكتر من كده. وبعدين هو مش عمي كان قال ان هو هيدي كل واحد حقه؟ انا عايزه اخد حقي عشان امشي. مش وقت الكلام ده يا شاهد، مش وقته. لا وقته بقى يا ماما. وحضرتك عايزه تقعدي هنا عشان جوزتي حسن لريتال ولا جوزتي زينب لمروان؟ براحتك، انما انا مش عايزه اقعد هنا اكتر من كده. وبعدين عشان اجيب من الاخر، البيت ده مش هيهدى ولا النار اللي فيها تهدى الا لما كل واحد ياخد حقه. محدش ليه حاجه غير اللي ابويا يقول عليه. ابويا الوحيد اللي يقول مين ليه ومين عليه، واي كلام تاني ماليهش لازمه. كلامك في محله يا حسن، مظبوط الكلام ده؟ هو ايه ده اللي مظبوط يا ماما؟ لا طبعا مش مظبوط. كل واحد من اللي قاعدين دول ليه حق، واللي متنازل عنه هو حر، انما انا لا. وان كان في علمك بقى يكون بعلمه ايه؟ اجديه عيني عينك بتقسم التركي. الكبير لسه عايش، ما ماتش شيء، مفيش ولا حاجة هتتقسم. وكيف قال أبويا؟ لو اتقسم المال هيصغر والكتير هيقل. أنا هدي كل واحد اللي هو عايزه. أما حوار التقسيم ده انسوه خالص. وكلام أبويا وأمي هو اللي هيمشي. أمي كانت تقول لي الناس نوعين، ناس طمعانة فينا وناس حسدانة على اللي احنا فيه. قولي لي يا ريتال عايز الفلوس ليه؟ وانت يا شهد قولوا، انتوا مش عايزين تضيعوا الفلوس بس، انتوا عايزين تضيعوا تعب العيلة دي كلها. انا هفتح شركة لينا كلنا، وهيكون ليكم اسهم فيها، والربح والخسارة علينا كلنا. بس اللي عايز يعمل اي حاجة او يقول تقسيمه وغيره ما في شيء. واللي عايز يهدم البيت الكبير ده انا هموته، وهموته بيدي، فاهمين؟ هو اللي عايز يخرج من الشركه دي مش على كيفه. والله ده زي ما يكون المال مالك وانت بتمن علينا بيه. مروان تعالي. مروان ادي كل واحد فيهم اللي هو عايزه. تقصد كل واحد ياخد حقه؟ شهد سيبيها تقول اللي في قلبها يا اختي. محدش ليه انه يتكلم بعد الكبير. خبر ايه يا ريتال؟ هتبص لامك ليه؟ ولا انت فاكره انها تقدر تقول حاجه بعد الكبير ما قال؟ لا حبيبتي تبقي غلطان. لا كده الواحد بقى ابتدى قلبه يقلق. شركة ايه يا أستاذ مروان اللي انت عايز تعملها؟ وليه انت اللي تدير كل حاجة مش حسن؟ ولا انت شايف ان حسن لسه صغير ما يقدرش يدير شركة ولا يشوف مصالحنا؟ عايز انت تكوش على كل حاجة ومحدش يقولك تلت التلاتة كام؟ وماله؟ او ماله؟ اخويا الكبير ويعمل اللي هو عايزه، وانا مش زيه. هو اللي كان شايل كل حاجة من الاول، يعني عارف الدنيا ماشية كيف. مش حاجة أنا في الآخر وهد اللي عمله عشان كلام خايب زي ده. مش قصدها يا حسن، قصدها يعني يبقى كتفك في كتف أخوك، إيدك في إيده، تبقى سنده وظهره، مش كده يا ريتال؟ لا يا كريمة، قصده عشان هو ده اللي جوه قلبك وقلب بناتك. خلاص خلاص، مش عايز أسمع أي حاجة. لا لازم تسمع، وكمان لازم تعرف ان كريمه كل اللي يهمها انها تاخدك انت واخوك تحت باطها. غلطانه جبريه، لان ولادك زي ولادي ويمكن اكتر شويه. عارفه ليه اكتر؟ عشان حسن هيبقى ابو عيال بنتي، ومروان كمان هيبقى ابو عيال بنتي، يعني حته مني. فهمتي ولا لسه؟ ما عادش وقته الكلام ده. طول بالك يا حسن. حسن طول بالك؟ بنت انتي قومي من هنا وما تقعديش معانا، بدل ما تيجي بطبع الحسن ده في وشك. هتقومي تروحي فين؟
وانت كيف تكلميها كده؟ تكلمها زي ما هي عايزه يا حسن. ايه انت عايز تقارن البنت دي اللي كانت بتشتغل عندكم هنا في البيت ببنت عبد الله؟ هنا مفيش اسياد وعبيد، هنا في اصحاب بيت والكل هنا واحد. خلاص يا حسن، خلاص خلاص، محدش ليه حاجه، والكلام اللي بقوله هو اللي هيتسمع، وكلام ابويا هيكون سيف على رقبينا. اللي عاجبه الكلام اهلا وسهلا، اللي مش عاجبه الباب فوت جمل. ده انت بتتحدانا. اتحدى مين؟ خلاص كفايه كل ده عشان عايز احافظ على اموالي. كل واحد لو خد اي حاجه هيضيعها، وترجعوا تاني وتقولوا يا ريت اللي حصل مكان. كلام ابويا بس هو اللي هيتنفذ، فاهمين؟ خلص الكلام. من النهارده لازم تعرفوا ان مروان هو الكبير، واللي يقوله السيف على رقابيكم كلكم، فاهمين؟ نسيت اخوك يا عمتي؟ خلاص؟ ما عادش في راسك؟ نسيت انه مدفون من غير ما ناخد عزاه؟ نسيتي بنته وحجها؟ بتدوري على حجك وحج بناتك مش كده؟ تعالي بس يا نادية عايزاكي. تعالي فين؟ البت دي ما تقعدش دقيقة واحدة هنا بعد اللي عملته، اطلعي بره. طب واللي انت عملته؟ واللي ابوك عمله؟ انا مش ناسيه وعمري ما هنسى. ناديه